انس مبارك في الجهه اليمنى يلعب كره تصل الى احمد فارس عرضيه في منطقه الجزاء من فارس ومحاوله مبعده في مره اولى مره ثانيه راسيه جول 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 لا 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 المير في اللقطه الماضيه كان متسللا المير في الكره الماضيه واشاره الحكم المساعد الثاني جورجي رينك على مير غانيزين ما كان في موقف زين وبالتالي الإشارة جاءت والتسلل